أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. كل يوم يبهرنا الذكاء الاصطناعي أكثر بعد أن اقتحم مجال الإبداع ونافس الذوق البشري، فلم يعد الفن مثلا في منأى عن تأثيره. في ثقافة اليوم نتطرق إلى دخول الذكاء الاصطناعي عالم تصميم الأزياء، فمؤخرا وفي خطوة فريدة من نوعها في المنطقة العربية، استخدمت شركة تويتيرا المصرية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إبداع تصاميم من التاريخ المصري الفرعوني بلمسات عصرية. وللحديث عن هذه التجربة وأبعادها الإبداعية والفنية، أرحب من مصر بمصممة الأزياء ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة تويتيرا الدكتورة سمية بهي الدين. أهلا وسهلا بك على شاشة الجزائر الدولية. أهلا وسهلا بك. أهلا. إذن أعتقد المشروع هو الأول من نوعه في مصر وأيضا في المنطقة العربية، لذا نريد أن نعرف كيف تبلورت هذه الفكرة. هي الفكرة ابتدت من الأول خالص إن إحنا مهتمين جدا بالحضارة المصرية، وإزاي الحضارة المصرية القديمة يعني، وإزاي إحنا نستكملها أو نكمل عليها ونعرضها بشكل حديث وعصري. فلما ابتدينا بالفاشن حتى قبل ما يطلع الذكاء الاصطناعي، وبعد كده لما جه دور الذكاء الاصطناعي وانتشر بقى في كل حته في العالم يعني، كميه ابلكيشنز رهيبه، لقينا ان هو عنصر مساعد وقوي جدا في العمليه، لان هو بيوفر وقت وبيدي اوبورتيونيتيز او افكار كتير جدا نقدر نستخدمها ونقدر نطور عليها ونكمل عليها. فالفكره كلها بتبتدي من اول ما بنعمل تصميم نفسه من غير الذكاء الاصطناعي، ونبتدي نطور عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبعدين نرجع نكمل عليه تاني. فهي عمليه زي الحلقه كده اهوت ما بين التاريخ وما بين الحاضر والخامات اللي موجوده والمتاحه عندنا، وما بين الفكر نفسه بتاع التطور السريع بتاع الذكاء الاصطناعي والاوبورتيونيتيز اللي هو بيديها لك ويتطور عليها كمان. طيب كيف تتم العمليه تقنيا وفنيا؟ حدثينا قليلا عنها لكي نقرب هذه الفكره، وكيف نشاهد الان هذه النماذج، هذه التصاميم المستوحاه من الفترات التاريخيه مصريه وايضا فيها لمسه عصريه يمكن ان تستخدم في العصر الحالي. هي فكره الاستخدام الابلكيشنز نفسها ان هي تكست تو ايمج، يعني بنكتب برومبت معين او بنكتب يعني باراجراف معين، نص معين، النص ده فيه سيكريتس بتاعت الحضاره المصريه او الوات ايفر انا هشتغل على ايه. فلو انا بشتغل مثلا فبتبقى فيه بعض الكي ووردز اللي لازم استخدمها وترتيبها مع قراءه جيده للتاريخ وقراءه جيده للفاشن وقراءه جيده للمانيوال اللي موجوده في البرامج بتاعت الذكاء الاصطناعي، ازاي الكودز اللي احنا بنستخدمها، ازاي تطلع الصوره اقرب من الحقيقه في خامات قبل التنفيذ. لان مشكله الذكاء الاصطناعي ممكن تديكي صوره حلوه جدا جدا بس غير قابل للتنفيذ، لان الخامات دي دلوقتي مش موجوده او ما تنفعش تتلبس كازياء يعني. فهي الحرفيه في انه يكون عندنا الخبره الاصليه اصلا في الفاشن والخبره الاصليه اصلا في التاريخ او الفكره. وفكره الفستان نفسه لانه او الدرس نفسه او الزي نفسه يعني، ازاي يبقى عندك الفكره نفسها وازاي تقدري تكتبيها بشكل واضح يقدر الذكاء الاصطناعي يفهمها. يعني توجهون تقومون بعمليه توجيه هذا الذكاء الاصطناعي وايضا التطبيقات. التحكم في الذكاء الاصطناعي هو النجاح في استخدامه. ما هوش اللي يتحكم فيكي، لو اتحكم فيكي هيطلع لك افكار، لكن الافكار دي ممكن تكون غير قابله للتنفيذ او موجوده يعني او يعني غير صالحه للفكره اللي انت عايزاها. لكن الموضة عموما هي بتمشي حسب رؤيتك الذاتية نفسها كمصممة أزياء، بتبقى الرؤية الذاتية وفي نفس الوقت تقنيات موجودة أو خامات موجودة أقدر أستخدمها، وقبل إن هي تكون علامة تجارية كمان. يعني ما يعني لازم يبقى الفكرة كلها إنك إزاي تطوري اللاين دوت وتوصلي بيه إن هو يبقى حاجة متكاملة على بعض قبل للتنفيذ من خلال تحكم في الذكاء الاصطناعي. دكتورة سمية، هل وجدتم صعوبات أم هناك تجاوب تام من طرف الذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذه التصاميم؟ بصي، هو الذكاء الاصطناعي فريندلي يوزر يعني، هو سهل في التعامل، لطيف يعني،
وبعدين احنا مش بنشتغل على برنامج واحد، احنا بنشتغل على كذا برنامج او كذا ابلكيشن، يعني مش ابلكيشن واحد. في ابلكيشن فور برومبت اونلي بنقعد نكتب عليها ونجرب النص نفسه، نجربه كذا مره اكتر من مره، وبعدين بنقله على ابلكيشن ثانيه، وبعدين باخده على ابلكيشن ثالثه. هو مش صعب، هو بس محتاج مذاكره زي اي علم، لازم يكون بنذاكر فيه في مانيوال واضحه بيجيب لك كل التفاصيل، الخامات عايزه تكتبيها ازاي، نوع المدرسه الفنيه اللي انت عايزه تشتغلي عليها، بتكتبي من خلال اكواد معينه عشان تطلعي ريزوليوشن معين او اضاءه معينه، كل التفاصيل كان معاكي عدد كبير جدا جدا من الموظفين اللي بتشغليهم معاكي او بتستعيني بيهم علشان خاطر تطلعي الصوره اللي هي قابله للتداول او قابله للتنفيذ كمان، لانه طيب يعني هذه العملية ككل ربما تقتصد في الوقت وتقتصد أيضا في العمال، هذا جيد بالنسبة للشركات لكنه سيء بالنسبة ليد العاملة. دكتورة سمية، خاصة وسط الأزمات التي يعيشها العالم والمنطقة العربية أيضا، طيب بعد هذه العملية ما نسبة الخطأ في هذه التصاميم وهل كانت وفق توقعاتكم؟ ممكن بس اعلق انه مش هيتصد في العمال لو اليوزر دوت فاهم ودارس. اللي كان بينقل قبل كده هو ده اللي مش هيقدر يكمل، لكن اللي بيذاكر وبيشتغل على نفسه كويس او يطور نفسه ويستخدم الادوات بطريقه حكيمه ويطوعها لاستخدامه هو، لا ده هينجح اكتر يعني. ممكن اعرف سؤالك الثاني؟ سؤال ثاني كان حول نسبه الخطا في هذه التصاميم، وهل كانت هذه التصاميم بعد وضع النص وكل التفاصيل هل كانت مثل ما توقعتموه وأيضا كما أردتم؟ حسب قدرتك على التحكم في البرنامج، يعني لو أنت شغالة قادرة تستخدمي الكودز والألفاظ المضبوطة وترتيبها صح ممكن نسبة الخطأ تكون قليلة جدا، لكن طبعا في ناس بتكتب، أو كنت أنا حتى في الأول بكتب تجارب طلع لي حاجة غير اللي أنا كنت متوقعة، لكن هي في الاخر صوره، ازاي بقى تحولي الصوره دي لباترون وخامات وتنفيذ وبرودكشن، في الاخر ممكن الصوره اللي طلعت اغير عليها كمان، يعني مش بنستخدمها زي ما هي، ساعات بنطور عليها يعني. وفي هذه العمليه يعني تكون فيه تعديلات اكثر من مره، اكثر من ثلاث مرات، يتعب الانسان هو يستخدم هذا الذكاء لكي يتحصل على نتيجه يرضى عنها، أم إذا كانت المعلومات في الأول كانت صحيحة وكانت كافية فإن الأمر لا يعاني منه المختص أو المصمم؟ بالضبط، هو مع الوقت بيتعود، يعني هو محتاج فترة تدريب في الأول وبعد كده بيبتدي يتعود، بيبتدي يبقى متحكم في أدواته كويس. طيب لننظر لهذا الموضوع دكتورة سمية من زاوية أخرى، في رأيك هل يمكن أن نسمي ما ينتج بواسطة الذكاء الاصطناعي إبداعا؟ يعني أنا دايما ليا رأي واضح في ده، كومبير أبل تو أبل، لازم أقارن حاجة شبيهة ليه، يعني ما ينفعش أقارن المنتج الذكاء الاصطناعي سواء صوره يعني فنون تشكيليه او عماره او 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 الا بحاجه شبيهه ليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن لما ارجع للفن الاصلي المرسوم بالايد الفنان الاصلي يتقارن بفنان اصلي بيشتغل بايده، فما ينفعش، لان هو ده الديبيت اللي داير في العالم كله، ما ينفعش اقارن حاجه مش بنفس الحاجه اللي هي بنفس الاستخدام بتاعها. لكن يظل ما ينتج أيضا بواسطة الذكاء الاصطناعي جمال ربما سوف يجعل إبداع البشر أيضا في خانة محصورة كما يعتقد الكثير من المبدعون. والله بصي، المبدع الأصلي في الموضوع ده اللي عمل البرنامج بقى، يعني ده المبدع الأصلي اللي كتب الأكواد وعمل الأبليكيشنز دي، ده المبدع الأصلي. اليوزر حسب استخدامه وحسب المخرج اللي بيطلعه منه، لكن مع الوقت هيبقى ده زيه زي برامج الكمبيوتر العادية اللي بتستخدميها. أصلا برامج الكمبيوتر دلوقتي فوتوشوب وال3D ماكس والبرامج اللي احنا بنستخدمها كمعماريين أو فنانين هي كلها دخل فيها الذكاء الاصطناعي، يعني مش هقارن صورة مرسومة بالإيد بجرافيكس،
الجرافيكس يتقارن بجرافيكس، والصوره اللي متصوره او بفوتوغرافي او مع فوتوغرافي، الصوره اللي مرسومه بالايد مع الصوره المرسومه بالايد، فما يحصلش الديبيت الفظيع ما بين ناس هناك. لكن هو بالنسبه للمستخدم الذكاء الاصطناعي بيطور من قدراته، يعني انا قبل استخدامه ومع استخدامه مع فتره يعني لا انا نفسي اتطورت وطريقة اتعلم حاجات كتير واقرا عن المدارس الفنيه اكتر علشان اقدر اكوب مع التطور الرهيب اللي موجود في الذكاء الاصطناعي. لكن في من زاوية أخرى دكتورة سمية بهي الدين، هناك من يرى أن الاستخدام الذكاء الاصطناعي سوف يضعف قدرة الإنسان، يضعف قدرة الإنسان على الابتكار، وهذا عكس ما حصل معك، فما رأيك أو ما ردك على من يقولون هذا الطرح؟ ما زي ما قلت لحضرتك، أنا في استخدامي ليه بذاكر جنبه، يعني لازم علشان اعرف اعمل حاجه فن يعني او اعمل لوحه فنيه او اعمل فستان لازم اكون قاريه، فخلاني اقرا اكتر علشان اقدر اشتغل معاه، فهو طور من قدراتي. في ناس تانية بتستسهل، فهو فكره اللي هو التراكم المعرفي اللي بيحصل نتيجه استخدامه لا طور من قدراتي طبعا، استفزني اصلا لاني يعني بطلع حاجه عايزه اشوف هنفذها كمان ازاي، ازاي هشتغل عليها، ازاي الخامه دي تطلع بالدقه والحرفيه دي. لا طبعا بيطور مننا مع الاستخدام الحكيم ليه او التحكم فيه، وخاصة مع الفضول مع البدايات وما إلى ذلك. طيب ألا يمكن أن نقع في استسهال الإبداع بعدها والابتذال بسبب الذكاء الاصطناعي ويصبح الجميع مبدعون، يعني يحسنون استخدام هذه التطبيقات وبذلك يكثر الإبداع؟ وهنا أيضا أين الملكية، حقوق المبدع أيضا الملكية الفكرية والملكية الإبداعية لهذا المبدع؟ الملكيه الفكريه الاول كاتب نص، يعني النص الاولاني بتكون الملكيه الفكريه ليه، اللي هياخد من النص ده وينقل خلاص هو ما تعبش في حاجه، خلاص هو الملكيه بترجع للكاتب النص الاصلي والمنتج الاصلي للصوره الاولى. غير كده بقى ده بينقل، ما هو كده كده بينقل، يعني ما هو في ناس كتير بتدخل على بينترست وعلى البرامج الثانيه وعلى جوجل وكل اللي موجود على الانترنت وبيقلدوا، فاللي بيقلد هيفضل بيقلد، واللي بينتج وبيفكر وبيشغل مخه هيفضل مبدع، لان هو بيستفز. يعني الابداع هي عمليه استفزازيه اصلا، انك توصلي لعمل مبدع ده بيخليكي عندك باشن ان انت تكملي وتشوفي ايه اللي ممكن يحصل، فتطوري من نفسك وتبتدي تفكري ازاي اطلع حاجه بترضيني انا ذاتيا يعني. دكتورة سمية، يعني مشاكل في الإبداع موجودة دوما، هناك حتى فيما يخص النصوص وأيضا مجال الإبداع والفن التشكيلي، أيضا هناك سرقة إبداعية، هناك من يسميها أيضا توارد الأفكار، كما حدثت مشكلة مؤخرا بين الفنانة التشكيلية وأيضا الفنان الروسي. لكن أمام هذه البرمجيات، إذا كانت النصوص تعطى وربما الذكاء الاصطناعي سوف يعطينا نفس النتيجة في الأخير، أين هو الاختلاف وأيضا حرية الإبداع في كل هذا؟ حرية الإبداع هي الفكرة الأصلية الأولى اللي الفنان نفسه بيقعد يكتب، هي دي الأساس في الموضوع، في صورة في خيال الفنان بيقعد يفكر فيه، يستخدم بقى مدرسة فنية معينة ممكن تطلع حاجة شبيهة بحد تاني فيتقال ان هو نقل او سرقة، دي ليها رولز وليها بطريقة، يعني في زي بوينتس لتحليل اي عمل فني ان هو منقول او ملهم. النقل معروف بيبقى احنا بندرس الكلام ده في الجامعة في النقد يعني، ففي واحد اثنين ثلاثة أربعة لازم يكونوا متحققين عشان أقول العمل ده منقول، لكن في عمل ممكن الناس تلهم منه. إذا كان الاصطناعي طبعا بيلهم من الإنترنت كله، فأكيد هتطلع حاجات شبيهة ببعض لحد ما موجود. هي الفكرة بقى أنا دوري كواحد بيكتب البرومبت دوت لازم يكون عنده فكرة جديدة، هو ما هي الفكرة في الآخر هي العنصر الحاكم في الموضوع.
فلو الفكره الجديده مش هيطلع شبهه، هي المدرسه الفنيه ممكن تكون شبيهه بيه، ممكن اختيار الالوان شبيه بيه، لكن الفكره الاصليه لازم تكون مختلفه. هي من بت وهي التي توجه كل هذه التفاصيل. هناك دول تتجه الآن دكتورة سمية لوضع قوانين لاستخدام الذكاء الاصطناعي، برأيك ما هي المخاوف التي يشكلها الذكاء الاصطناعي لكي تخطو دول عديدة وهي تخاف من هذا الاستخدام بالنسبة للذكاء الاصطناعي؟ بصي، هو العالم كله اتفق، او الشركات الكبرى اللي اشتغلت على الذكاء الاصطناعي اتفقوا انهم لازم يقعدوا يعملوا اجتماعات كتير قوي لوضع كود اخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي. طبعا في التعليم هو خطر جدا، لانه ممكن الطلبه يدخلوا يكتبوا اللي هم عايزينه ويطلعوا الافكار اللي هم عايزينها بسهوله جدا من غير ما يتعب في عمليه الريسيرش، بالذات في الماجستير والدكتوراه والابحاث العلميه. لكن في كود اخلاقي طبعا في عمليات التجسس والسلاح زي شات جي بي تي، هو محتاج طبعا كنترول لانه ممكن يدي معلومات خاطئه وفي نفس الوقت ممكن يدي معلومات مش المفروض تكون متاحه. يعني العالم لازم يشتغل على ده طبعا، يعني انا ما بحسوش قوي في الفن لانه ما فيش حاجه تخوف، الافكار الجميله لو انتشرت هتنشر السلام عموما يعني. لكن في الحاجات التانية اللي هي في التعليم بقى وفي الطب وفي عمليات التجسس والكلام ده لازم طبعا يتحط كود اخلاقي. وهو الامر الذي يثير مخاوف الكثير ان يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي مثل الامور الثانيه. شكرا جزيلا لك الدكتوره سميه بهي الدين، مصممه ازياء ونائبه رئيس مجلس الاداره بشركه تويتيرا المصرية، التي لم تتوقف عند فقط مجال الأزياء إنما الآن عملت على برنامج مدن افتراضية ومدينة ميتافيرس. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. أهلا بك، أهلا بك، شرفت بك. شكرا، كما أشكركم أنتم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.